كيف؟ إيه معلش، لو سمحتي بدي تدعي لي إنه يصير عندي حماية تكون على ذوقي وكون بحبها. يا ربي، بتعرفي إنه أنت يمكن أول كني بتطلب مني بركة مشان تجي حماية على ذوقها؟ وكأنك عم تنطري حماتك بفارغ الصبر، وكأنها رح تكون أمك مو حماتك. فيكي تقولي هيك؟ طيب أنا رح أدعي لك ورح باركك مشان الله يبعث لك حماية، وإذا مباركتي ما نفعت معك فأنا رح ساعدك. عن جد؟ إيه بدور لك عليها. طيب. أنا بدي أشوفك أنت حماتي مو أي وحدة تانية غيرك، لأنه الله عطاني إشارة مشان هذا الشيء وبشكل واضح تماماً، وهي إنه اختار الضيافة تبع العيد تكون المعمول اللي أنت عملتي. ما عم افهم شي، شو يلي عم بصير؟ ها؟ ليش كل شي عم بعمله أنا ما عم يزبط أبداً؟ يعني حظي ما نحلو؟ ما في شي عم أتمناه إنه يصير عم يزبط مثل ما بدي بالمرة. على فكرة اسمعي، إذا أمانيكي كلها كانت شريرة ما تعتبي على حدا إذا ما تحققت، ما هيك؟ ولازم تعرفي كمان إنه يلي بده يتمنى لازم تكون نيته صافية بالأول، ولازم يحرص انه يتمنى الخير للناس اللي حواليه، ووقتها أماني بتتحقق له. برافو برافو برافو، حلو كتير. هلا صارت كاشي بدها تعلمنا. ليكي لو سمحتي ما تقلي لي كاشي ابدا. ليش بقى؟ يعني ما كانوا هيك ينادوا لك الناس ببيت اهلك؟ شو؟ ولا انتي غيرتي اسمك بعد ما اجيتي لهون؟ بس انتي ما تغيرتي بالمره، لساتك بتتمسخري على كل الناس، ها؟ لا مو هيك القصة. القصة انه كل خططك بانك تجيبي حماية على ذوقك على البيت فشلت بشكل بيضحك، لانه الطريقة غلط، لانه خطتك بتعتمد على طبخك. تعرفي شو؟ ما في ولا شيء زبط معك بهالموضوع، لا الاكلات الطيبة اللي عملتيها ولا السوناندا تبعك ولا غيره ولا غيره. بس بالمناسبة بتعرفي كانت حلوة الحماية اللي جبتيها. شوفي حبيبتي، انتي مانك ملاك مشان ما تصدقي كثير هالقصة. يعني أنا بس ناطرة لحتى أشوف حضرتك شو رح تجيبيلنا وشو رح يصير بعدين. استني لكان منيح، أنا واثقة أنه كل اللي بهالبيت رح يوقفوا يتفرجوا، لأنه أنا اللي رح أجيب الحماية على هذا البيت ورح تكون مرة عظيمة كتير.